والحادث الصبح جابوا سيارة انت من الجسر تسعة الساعة تقريبا بثمانية إلى ربع سبعة ونص ضرب من مضرب الشبة. شنو نوع السيارة؟ انترا. من ضرب الشبة هزت الشبة بس ما صار حريق. ورا ثلاث دقائق طق الشارع من فوق نزلتون على الحديقة مالتنا اعتقد الحديقة. طفينا الحديقة مالتنا وكملناها لقينا النار وين ضربة؟ ضربة على المحلات مال الطقومات قماد الجير شغلات. بعد النار ما لحقنا عليها. يعني الطفائيات اجت وقائد الشرطة اجت فوق يعني طفوا الحريق. لحد الان الحريق مستمر بالجملونات. الحادث سياره جايه اكسنت من المشراق الجديد نازل الجسر حدث بعده مواليد 2006 ضرب عمود الكهرباء اثناء ما ضرب عمود الكهرباء صارت جدحه في الكيبل نزلت على المحل بصفي المحل بصفي اثاث فلهبت بالنار ومحل سندويش بناء ماله اشتعلت بالنار ما لحقنا عليه انا بصفهم ادوات احتياطيه استلمت النار من هذا اللي صار. شنو الاضرار صارت؟ والله بالنسبه لي بالاثاث احترق المحل بالكامل. انت؟ انا المخزن اللي فوق كله احترق، ادوات احتياطيه مال سيارات امريكا. جت منها سياره بها تقريبا طفل عمره 15 سنه. شنو نوع السياره؟ سياره الانترا 2010. 2010 جت منها ما مسيطر عليها، ضربت بهاي الشبه. زين؟ فطاحت الكهرباء من هنا، اجت البورد مال هذا المحل، احترق البورد، فاحترق المحل كله. هذا المحل شنو بيه؟ هذا المحل بيه اثاث. اثاث؟ ايه كاونترات مطبخ واثاث ما قنفات يعني. وباقي المحل شنو ذني؟ هاي حداد هذا الولد. كم صفك؟ هذا يبيع مواد احتياطيه.